تعلمي العربية مع أم نام. عائلة أصابع الفاكهة. إنها كرة قدم حمراء، وهذه كرة زرقاء اللون، وهذه أيضاً إنها برتقالية، أوه، والأخيرة كرة خضراء. ولكن أين أم نوم؟ ماذا لدينا هنا؟ إنها تفاحة. على ماذا تدل يا ترى؟ آه، قد أتى أم نوم. مرحباً أم نوم، أينكم؟ أجل، أنت جائع؟ عليك أن تصل إلى التفاحة. لا أظن أن القفز قد ينجح. فلنحاول استخدام الكرات. اثنان، ثلاثة، أربعة، اقدم. أصبح لونك أحمر بعد قدمك لها. فلنحاول مجددا. الآن حان وقت التوت الأزرق. إنه لذيذ جدا. فلنباشر الآن يا أم نام. اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفز. لقد أصبحت أزرق اللون بعد تناولك للتوت. حان وقت البرتقالة، فلتحصل عليها. هل أنت مستعد للقفز يا أم نام؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقفز. والآن أصبحت برتقالياً. أوهو، أظن بأنها إجازة. هل تظن بأنك ستحصل عليها؟ هيا فلنبدأ. ألست جائعاً أم نام؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، اقدم. وها قد عدت إلى اللون الأخضر. ودعاً أم نام. وردي. أزرق.
الأحمر. مرحباً أمنم. أوه، ماذا فعلت؟ إنه كوز، وهناك الكثير منه. يا إلهي، كم كوز يوجد هنا؟ هيا لنقم بعدها. أتعتقد أنه علينا فعلها أمنم؟ أوه، إنها حمراء. الكوز الأول أحمر. سيكون لدينا الكثير من المثلجات. وها هي ذا. الكوز الثاني بكرتين من اللون الأزرق. ما الذي تعتقد أننا سنحصل عليه في الثالث؟ لنرى. واحد، اثنان، ثلاثة. ثلاث كرات باللون البرتقالي. لننتقل إلى الكوز الثاني أمنم. أوه، يبدو أنه باللون الأصفر. وإنه واو. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربع كرات باللون الأصفر. ما الذي سنحصل عليه في الكوز التالي؟ انظر إلى ذلك. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. رائع، خمس كرات باللون الأخضر. الآن لدينا اللون البنفسجي. كرات المثلجات لا تتوقف. على كم كرة سنحصل الآن يا أمنم؟ لدينا ست كرات وجميعها باللون البنفسجي. ها نحن مجدداً، هذه المرة باللون الوردي. على كم كرة سنحصل هذه المرة يا أمنم؟ هل ستكون أكثر من اللون البنفسجي؟ أجل، لدينا سبع كرات وباللون الوردي. لنقم بالأمر مجدداً، هذه المرة بالمزيد من الألوان. أعتقد بأننا سنتجاوز العدد الوردي. أعتقد أنها ستكون ثمانية وجميعها باللون البني. أوه، بنكهة الشوكولا. هذا جيد. ما هذا؟ لا أعرف هذا اللون. مهلاً، هل أنا أمنم؟ ما هو هذا اللون؟ وكم عدد الكرات؟ أعتقد أننا سنتجاوز اللون البني. أجل، بالفعل إنها تسعة وجميعها بألوان قوس قزح. هذا الكوز الأخير ولدينا كرات بيضاء وسوداء. انظر إلى ذلك، هناك عدة أكواز. هل يمكننا تناولها جميعها أمنم؟ أوه، سنتجاوز عدد ألوان قوس قزح. إنها عشر كرات وجميعها بيضاء. أمنم، لا تتناولها جميعاً وداعاً. أصفر، أحمر، أخضر، وردي، أزرق، ما الذي تفعله اليوم؟ ما كل هذا؟ أوه، هل هذا ما أفكر به؟ إنه العالم أمنم. ما الذي يخطط لفعله؟ إنه صندوق. لماذا هذا الصندوق؟ لماذا كل شيء بلا لون؟ ما الذي يفكر به أمنم؟
ما الذي تفعله تلك الآلة؟ لنكتشف ذلك. هل سنركب الدراجة؟ أوه، أنت تشحن الآلة. وانظروا، ما اللون الذي سيتشكل بعد الشحن؟ إنه الأخضر. لنستمر بإدارة العجلات. الآن اللون الوردي. المزيد بعد. ما هو اللون التالي؟ الأزرق. لنكمل بشكل أسرع. الأصفر. وما هو اللون الأخير؟ هيا، يمكنك فعلها أم نوم. أوه، أنت بخير أيها العالم أم نوم؟ لقد اكتمل الشحن. إنه الأحمر. لنرى إن كانت الآلة ستعمل. أوه، هناك ألوان تخرج منها. وانظر، أصبح الصندوق ملوناً. لقد ملأنا الفراغات. الشكل الأول هو مثلث، مثلث أخضر. والثاني هو مربع، مربع أزرق. والآن لدينا دائرة، دائرة صفراء. والتالي إنها نجمة، نجمة وردية. والشكل الأخير الذي لدينا مستطيل، مستطيل أحمر. أحسنت أيها العالم أم نوم. اكتشفنا الأشكال والألوان. وداعا. سنعثر اليوم على التفاحة مع أم نوم. مرحبا أم نوم، كيف حالك اليوم؟ هل تبحث عن شيء ما؟ إلى أين أنت ذاهب؟ عما تبحث؟ أوه، تفاحة؟ فلنذهب ونتناولها. إلى أين ذهبت؟ هيا فلنتبعها. يوجد الكثير من الحلوى هنا. لا مشكلة من أن تدخل. أجل، أوه، أم نوم يسقط. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ أوه، أم نوم هل أنت بخير؟ انظر، يوجد تفاحة وهي تهرب مجدداً، فلنتبعها. أجل، اركض بسرعة يا أم نوم. يمكنك إمساكها. أوه، كن حذراً. هيا فلتقفز. أجل، يمكنك الإمساك بها. لماذا تتراجع؟ أوه، فهمت الأمر الآن. هذه حركة ذكية. كدت أن تمسك بها. أجل، فلتزحف وتخرج من هنا. هيا بنا. أجل، أين هي؟ إنها فوقك تماماً. أجل، تسلق بحذر أم نوم. الآن اقفز. أوه، لقد ذهبت إلى الأسفل. فلنتبعها إلى هنا. أجل، تمكننا منها. حان وقت تناولها. أوه، لديها يدين وقدمين وبدأت تطاردك أم نوم. اركض بسرعة أم نوم. يا إلهي، أنا سعيد بأنه حلم. أوه، أجل. أوه، هل يمكن أن تكون صالحة للأكل؟ فلتلمسها لتتأكد. إنها صالحة. هاي بوب. وداعا أم نوم. كيف حالك اليوم؟ إلى أين أنت ذاهب؟ أوه، انظر، على ماذا تحتوي هذه البيضات؟ ماذا تفعل بها؟ لا أم نوم، لا أعتقد أن القفز عليها أمر صائب. ما رأيك أن نقوم بتلوينها؟ أجل، إنها فرشاة. لنجرب تلوينها باللون الأخضر. برأيك على ماذا سنحصل إن أضفنا الأخضر؟ انظر، انتهينا من طلاء اللون الأخضر. يا إلهي، إنها على وشك أن تفقس. إنه بروكلي. رائع. هل ترغب بتناولها أم نوم؟ سنضيف الآن اللون البنفسجي. ما الذي سنحصل عليه يا ترى؟ أوه، انظر، إنها على وشك أن تفقس. ما الذي تحتويه برأيك؟ أوه، انظر، إنها تفقس. إنه باذنجان.
أتساءل على ماذا تحتوي التالية. والآن فلنضف اللون البرتقالي. أجل، كدنا ننتهي. انتهينا، لقد لوناها بالبرتقالي. لنرى إن كانت ستفقس. أوه، ما هذا؟ إنها جزرة. لدينا واحدة أخرى لتلوينها، لنقم بتلوينها. انظر الآن، كدنا ننتهي. لقد لوناها باللون الأحمر بالكامل. برأيك على ماذا سنحصل؟ إنها تفقس. إنها طماطم. أجل، الخضار صحية جدا يا أم نوم. إلى أين تذهب هذه الخضار؟ انظر، ستدخل الخضار إلى الخلاط. أتساءل ما الذي ستفعله بها؟ أوه، فهمت الآن. لقد صنعت العصير من أجل أم نوم. تبدو سعيدا جدا أم نوم. قمت بعمل جيد. أحسنت. واحد، قرش واحد. واحد، اثنان، قنديلان. واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاث سمكات أبي سيف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربع نجمات بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمس سمكات ريح. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ست سلطعونات. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة أفراس بحر. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، ثماني سمكات ذهبية. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، تسع سلاحف. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشر قريدسات. مرحبا أم نال. مرحبا أم نوم. كيف حالكما؟ فلنتعلم الألوان. هذا هو اللون الأحمر، فلنضيفه إلى الوعاء ونضيف القليل من اللون الأزرق. أوه، على ماذا حصلنا؟ على البنفسجي. الأحمر عند مزجه مع الأزرق يعطينا اللون البنفسجي. فلنضيف اللون الأصفر، نسكبه هنا. والآن أم نوم يضيف اللون الأحمر له. فلنمزجهما سوياً. على أي لون حصلنا الآن؟ أصفر عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون البرتقالي. أجل أم نوم، فلنحاول مجدداً. فلنضف اللون الأحمر. حسناً، والقليل من اللون الأخضر. انظر إلى هذا، لقد تغير اللون. أجل، الأحمر عند مزجه مع الأخضر يعطينا اللون البني. حسناً، فلنجرب اللون الأبيض. عمل جيد. أحسنت يا أم نال. أجل، فلنضف بعض اللون الأحمر. انظروا على ماذا حصلنا. الأبيض عند مزجه مع الأحمر يعطينا اللون الوردي. مرحى، أحسنتما صنعاً. حان وقت الذهاب. وداعاً. شكرنام أزرق، شكرنام أزرق، أين تكون؟ أنا هنا، أنا هنا، ماذا تفعلون؟ ها؟
سكرنوم وردي أين تكون؟ أنا هنا أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سكرنوم أصفر سكرنوم أصفر، أين تكون؟ أنا هنا أنا هنا، ماذا تفعلون؟ سكرنوم أحمر أين تكون؟ أنا هنا أنا هنا، ماذا تفعلون؟ فريق السوبرنوم الرائع أين تكون؟ نحن هنا نحن هنا، ماذا تفعلون؟ نجمة واحدة. صانع خبز الزنجبيل. رجلان من خبز الزنجبيل. الرجل الثلجي. ثلاثة رجال ثلج. أجراس عيد الميلاد. أربعة أجراس عيد ميلاد. علب هدايا. خمس علب هدايا. ستة جوارب. عصي الحلوى. سبعة حلوى قصب. ثمانية بابلز. زينة الميلاد. تسع قطع زينة ميلاد. أضواء خرافية. عشرة أضواء خرافية. عيد ميلاد مجيد. مرحبا أم نوم، انظر إنه هلام أزرق اللون. ألا يبدو لك هلاما لذيذا؟ واو. أوه انظر إنه يهتز. هيا فلنتذوقه حالاً. أوه، أصبح أم نوم أزرق اللون. إلى أين يذهب أم نوم يا ترى؟ هل يبحث عن المزيد؟ أوه، لا تخف أم نوم، هذا أنت في المرآة. أعلم بأنك تحب لونك الأزرق الجديد، أليس كذلك؟ تبدو جميلاً. فلنكمل. أوه، هلام آخر، ولكن باللون الأصفر. باشر أم نوم حالاً بتناوله. هل سيصبح أصفر اللون؟ كما توقعت، تناولها وأصبح لونه أصفر. أوه، ما هذه الآن؟ هلامين جديدين؟ أزرق وأصفر؟ ما الذي يحدث؟ يهتزان ويقفزان؟ أوه، لقد اندمجا. يبدوان كتفاحة خضراء. أصبح أم نوم أخضر اللون بعد تناولها. مرحبا، إلى اللقاء أم نوم. مرحبا أم نوم، تبدو مرتبكا قليلا. انظر، إنه قلم رصاص. ماذا يفعل هنا؟ إنه يرسم شيئاً ما. هل هي طائرة؟ هل هو سوبرمان؟ إنه عصفور. جيد جداً. واو، انظروا، الوردي والأصفر. أم نوم، إنها تطير بعيداً. تحب الطيور أن تطير في السماء، وهي تعيش في قمم الأشجار في المرتفعات. يبنون منزلاً يسمونه العش. ها هو
وقلم الرصاص مرة أخرى. دائرة ومثلث، ديناصور، دجاجة. أوه، لا يمكن، إنها سمكة. تعيش الأسماك في الماء؟ إنها تحب أن تعيش في المحيطات والبحار والأنهار. أوه، انتبه أم نون، حاول ألا تمشي على الأشياء. إنها زهرة، شمس، شمس بأرجل، ثعبان. لا، أوه، إنه أسد. كن حذراً أم نون، لا تقترب منه كثيراً، لا تريده أن يأكلك، أليس كذلك؟ الأسد ملك الغابة، وهو يعيش في كهف يسميه العرين. أوه، يا إلهي، لا تقلقوا، زئيره مخيف جداً. بسرعة، بسرعة، إنها مركبتك، فلنخرج من هنا. أنت تطير. وداعاً. ما هذا؟ كيف حالك أم نوم؟ أوه يا إلهي، ما كان هذا؟ أحدهم يطلق ألواناً عليهم. حاذر أم نوم، أركض أم نوم، أركض. عليك أن تحاذر خطواتك أم نوم. كلا، يبدو أنهم ضربوك باللون الأصفر، فلنزيله بسرعة. حان وقت الاختباء. انتبه جيداً أم نوم. أجل، تستطيع القفز. أجل، تمسك جيداً أم نوم. أوه، ضربوا أم نوم مجدداً، تحول إلى اللون الوردي. هيا أم نوم، فلنحاول مجدداً. أحسنت أم نوم. أجل، تمسك جيداً. أجل، فلنقفز الآن. أوه لا، تلقى ضربة أخرى وتحول إلى اللون الأزرق. ما هذا الآن يا أم نوم؟ يبدو أنها حلوى ملونة، هل ستأكلها؟ أجل، تحول إلى اللون الأخضر مجدداً. أوهو. بنفسجي. أسود. أصفر. أخضر. سيارة. سيارة أجرة. سيارة شرطة. شاحنة. أربعة.
أربعة فراولة. خمسة خمسة كمثرى. ستة ستة موزة. سبعة سبعة بطيخ. ثمانية ثمانية أناناس. تسعة تسعة برتقال. عشرة عشرة عنب. تعلموا الأشكال. مثلث أين نراه؟ في قطعة بيتزا. قبعة احتفال. دائرة أين نراه؟ في حلوى. في ساعة. مربع أين نراه؟ في بسكويت. شرائح. واحد قرش. واحد واحد. اثنان قنديلان. واحد اثنان ثلاثة. ثلاث سمكات أبي سيف. واحد اثنان ثلاثة. أربعة. أربع نجمات بحر. واحد اثنان ثلاثة. أربعة خمسة. خمس سمكات ريك. واحد اثنان ثلاثة. أربعة خمسة. ستة. ست سلطعونات. واحد اثنان ثلاثة. أربعة خمسة. ستة. سبعة. سبعة أفراس بحر. واحد اثنان ثلاثة. أربعة خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. ثماني سمكات ذهبية. واحد اثنان ثلاثة. أربعة خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. تسع سلاحف. واحد اثنان ثلاثة. أربعة خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. عشر قريدسات.
اشترك بالقناة وشاهد فيديوهات أخرى.